وربنا مستني 5 دقايق كل يوم، كل يوم 5 دقايق ونقول له مش فاضيين لك يا رب. تقول لي لا انا عمري ما قلت لربنا مش فاضيلك، انت ما بتقولش بس بتعمل. عارفين قصة الراهب رئيس الدير؟ كان في رئيس دير حلو قوي، كويس يعني شكله، رئيس دير كويس، لكن ما كانش بيقابل الناس الفقراء، كان بيقابل الناس الأغنياء بس، الحلوين اللي زيكم كده يعني. بس لكن ما يقابلش حد فقير او ما عندوش وقت للناس فقراء. وفضل يعمل كده سنين طويلة لغاية ما جه في يوم جاله واحد على البوابة وقال، قال البواب يعني انا عاوز اقابل ابونا الرئيس بس 5 دقايق، انا عاوز اقابل ابونا الرئيس ايه 5 دقايق بس. فدايما البوابين بتوع الدير يعني ابونا البواب ده بيختاروه في الغالب جنتلمان يعني وطيب وكده. فجري على الرئيس وقال له في واحد على البوابة عاوز يقابلك. قال له هو شكله ايه؟ قال له هدومه مقطعة وغلبان فقير يعني. قال له طب الساعة 9 خليه يستنى شوية. 10 11 الراجل غلبان زهق، فراح قايل تاني للبواب لو سمحت قول لابونا الرئيس انا مش هاخد من وقتك غير 5 دقايق بس، ممكن؟ فراح البواب يفكر ابونا الرئيس، فقال له هو وراه ايه؟ انت شايفني مشغول، خليه يستنى شويه. الساعة 12 واحدة دخل بقى فلان بيه ودكتور فلان ودكتورة فلانة وفلان، وخلاص بقى الناس الكبار جم. دخل البواب قال لابونا الرئيس مستر فلان وميسيس فلانة، قال له ياه هما جم بعد ده، كويس ده انا كنت عازمهم بقالي كتير، خليهم يخشوا. دخلوا استقبلهم الرئيس، قعد معاهم، اكل معاهم، شرب معاهم، خدهم يزورهم، فرحانين قوي ببعض تمام التمام. وتعدي الساعة 2 3 4 والراجل الغلبان واقف بره على البوابة. وبعد ما اكلوا وسلموا على الرئيس ومشيوا 4 4 ونص فرحانين خالص، الراجل الغلبان قال للبواب اعمل معروف قول لابونا انا كل اللي عاوزه اقابله 5 دقايق بس. فدخل يقول لابونا الرئيس تاني، قال له ابونا انت نسيت الراجل الغلبان ده واقف من الساعة 9 الصبح. قال له الساعة 4 ونص احنا هنصلي الغروب والعشية دلوقتي، قول له يجي بكرة. قال له حاضر. وراح الراجل لونا البواب مش عارف يقول للراجل ايه، انا اسف جدا وحقك عليا وانا مش عارف اقول لك ايه، بس ابونا الرئيس الحقيقة انا اسف يعني هيخش الصلاة بعد شوية وبيقول لك تعالى بكرة. راح الراجل الغلبان قال له قول لابونا الرئيس اذا كان عاوز غنى ومجد وكرامة ويبني ديره كويس قوي ويخليه اجمل اديره هديله من اقاصي المسكونة الى اقاصيها، لكن ملكوتي انا لن يدخل ملكوتي ابدا. واختفى وكان هو المسيح نفسه. المسيح جاله وقال له عاوز 5 دقايق، وهو قال له مش فاضي. يمكن في ذهننا نقول ده رئيس الدير ده وحش قوي، ازاي يعمل كده؟ القصة بتقول ان رئيس الدير ده تعب قوي لما عرف ان المسيح بنفسه بيقول له هديك من كل غنى الارض والكرامة والشهرة بس ملكوتي لن تراه.
قعد يبكي 13 سنة جوه قليته وساب الرياسة وساب كل حاجة. والقصة بتقول ان هو تاب توبة فظيعة 13 سنة حبس نفسه لغاية ما في ملاك جاله وقال له يسوع قبل توبتك وهتتنيح بعد 3 أيام. وفعلا بعد 3 أيام طلع السماء وتاب. يا بخته برغم انه غلط. مشكلة فيا وفيكوا بقى نفس الموقف بيتكرر. يجي لنا يسوع كل يوم الصبح يقول لك ممكن تديني 5 دقايق بس؟ تقول له مش فاضي يا رب. يقول لك يا حبيبي انا كل عاوزه 5 دقايق. تقول له مش شايف يا رب انا مستعجل رايح الشغل بسرعه. ده اكل عيش يا رب، ده اكل عيش يا حبيبي، انا اللي مديك اكل العيش. بس برضو يا رب احنا مشغولين. وتنزل وتجري. يجي في البريك يسوع يقول لك اديني 5 دقايق ممكن ترفع قلبك. يا رب البريك ده عشان اتكلم في التليفون واطمن على اولادي واشوف مش عارف جوزي راح فين والكلام المهم ده. طيب ويعدي البريك وانت راجع بالعربيه كده والمشوار هياخد له نص ساعه ساعه، فيقول لك ايه رايك اي فرصه وانت في العربيه ترفع قلبك، انا مستني ال5 دقايق دول. ارفع قلبي ايه يا رب؟ ده انا عمال افكر يمين وشمال، هطبخ ايه النهارده؟ والراجل هيزعق لي ولا لا؟ ومراتي طبخه ولا لا؟ والعيال هيقرفوني في عيشتي الليله دي ولا لا؟ واقعد افكر 100 تفكير. يا حبيبي اجل ده شويه، احس ان ده مهم قوي، واشوف اعمله ايه في الشغل. والنهارده الرئيس بتاعي بوز النهارده في وشي وليه عمل كده؟ انا خايف يرفضوني من الشغل. طب افرض رفضوني وشوشو يفضل يجيب ويودي رايح جاي في دماغي. المهم مفيش 5 دقايق لربنا. وترجع تفضل تتكلم وتخلص وتاكل وتنتخ وتريح وخلاص. وعاوز بقى يسوع بيقولك اديني 5 دقايق. تعبان قوي يا رب، ظهري وجعني وعندي صداع ومش قادر اقف، وكل المرض جالي عشان يسوع قال لي اديني 5 دقايق بس. وتنام وتقول بكره، وبكره ياخد بعده وبعده ياخد بعده، وشهر ياخد شهر وسنه تاخد سنه، ولسه زي ما انا ما بتغيرش. ما عنديش الحميه ان انا ادي ربنا حبيب قلبي ال5 دقايق اللي هو طالبهم كل يوم. ليه انا بسهوله ممكن اكل حق ربنا؟ ليه انا بسهوله مشكرش ربنا؟ ليه مشكرهوش؟ هو عمل معايا ايه وحش عشان مشكرهوش؟ كم مره انا لومت نفسي على اللي انا بعمله ولسه ما زلت بعمله؟ كم مره قررت بجد ان انا ابدا كويس قوي ولسه ما زلت زي ما انا؟ عندي كام سنة؟ 20 30 50 100؟ ولا حاجة. دول كلهم ولا حاجة. لو جبت كده حبل طويل قوي طويل قوي مثلا طوله 100 متر، وفي الحبل الطويل الابيض ده بقعة سودة كده في الحبل صغيرة، الحبل طويل جدا، هل هيبقى كل مشكلتك في الحبل ده هي البقعه السوداء الصغيره دي، ولا الحبل طويل جدا 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 وتقدر تستعمله كويس قوي؟ حياتنا من ساعه ما اتولدنا لغايه الابديه طويل قوي، حياه طويله خالص خالص، وفيها سبوت صغير كده اللي هو حياتنا على الارض هنا، حاجه صغيره قوي كده ما لا تذكر في الحبل الطويل. فانت هتسيب ده كله وتركز على الحته الصغيره دي اللي ملهاش لازمه اصلا؟ ده يسوع جايبنا هنا اصلا مش عشان حاجه، راكبين اتوبيس بس يعني. ده جايبنا عشان كاننا راكبين اتوبيس. انت لما بتركب اتوبيس ولا بتركب قطر بتهتم بالناس اللي حواليك؟ بتقعد تبص الراجل ده بيفكر في ايه، والست دي رايحه فين النهارده، والواد ده بيعمل ايه؟ عمرك ما بتعمل كده. بتركب الاتوبيس تنسى كل حاجة، بتفكر في المحطة بتاعتك اللي هتنزل فيها، تنزل في المحطة وخلاص، ولا ليك صلة خالص في الأتوبيس.
احنا دلوقتي في اتوبيس، اتوبيس حياتنا يعني، كلنا راكبين اتوبيس، وكل واحد كل ما تجيله المحطة بتاعته يتفضل مشكورا يطلع او ينزل، بقى ينزل او يطلع براحته. فالمهم ايه؟ ان لما بتيجي المحطة لازم يحصل فيه تغيير، والمحطة بتاعتنا بتيجي بسرعة. صحيح انت بتفتكر انها طويلة قوي، لكن ولا حاجة، 100 سنة دي 200 سنة هتعيش 200؟ ما اعتقدش، خليها 120 بس ولا حاجة. فانت لو عشت 120 سنة ايه؟ ولا حاجة، ده هيروحوا هوا، ده انت مش هتبقى موجود خالص بعد شوية، بخار قليل سريعا ما يضمحل، شوية بخار وراحوا. احنا بننسى ان احنا هنمشي، احنا بنفتكر ان احنا قاعدين. تعالوا نشوف بقى قصة حياتنا كده. هتقولي اصلا يا ابونا الحياة مقرفة، ما انا عارف انها مقرفة، ما تخليهاش مقرفة بزيادة، ما هي مقرفة عشان كل تبقى مقرفة اكتر لما فيهاش يسوع. فتخيل ان انت العدم، ما كناش لنا وجود، فربنا سأل العدم اللي هو انا وانت، قال له تحب تبقى موجود؟ هيقول له ايه؟ طبعا، ما انا nothing. فتقول لي ربنا هو ما سألنيش لما جيت في الدنيا؟ لا، سألك، هو سألك لان قال للعدم تحب تبقى موجود؟ قال له اه طبعا ابقى موجود. قال له طب يا عدم هتتبهدل في الدنيا؟ قال له مش مهم، بس ابقى موجود، خلاص هخليك موجود. فاهو يعني باختيارنا جينا واتولدنا، وربنا سابنا يعني بحريتنا، اتولدنا اهو، سابنا بحريتنا خالص. عاوز تعمل ايه؟ اللي انت عاوز تعمله اعمله، اعمل اللي انت عاوز. عاوز تعبدني اعبدني، عاوز ما تعبدنيش ما تعبدنيش، عاوز تحبني حبني، عاوز تبعد عني ابعد عني. بس مميزات انك تحبني وتقرب مني كذا وكذا وكذا، وعيوب انك تبعد عني كذا وكذا وكذا. واهم ميزه واهم عيب ان انت في الاخر يا اما تبقى في حضني يا اما في حضن شوشو، ملهاش تاني بقى، واحد من الاثنين. فانا مش عاوز اروح للشيطان، طب انا عاوز ابقى في حضن يسوع. فهو ساب لك كل الحريه، انت مخير، مطلق الحريه، اعمل اللي انت عاوزه. وجي في الاخر ربنا لو سالك تحب تعيش فوريفر، انت تقول لا طبعا. ليه؟ انت بعد 70-80 سنه هتتكرك، هتبقى خلاص سنانك بتقع وظهرك بتني وراسك بتمشي لوحدها وكل حته في جسمك لوحدها، خلعت خلاص انتهيت يعني. فيجي ربنا يقول لك ايه رايك تحب تقعد شويه؟ تقول له يا ريت تاخدني يا رب، يا ريت. فكان برضو ربنا بيسالك تحب تطلع؟ تقول له بس لازم قبل ما اطلع اكون مرتب انا رايح فين. الأبدية مستنيانا، يقول إيه؟ وضع الأبدية في قلبهم، يعني ربنا حط في قلبنا الأبدية، يعني إحنا مولودين وإحنا، فإحنا يوم ما بنتولد بنتولد وإحنا الأبدية قدامنا مستنيانا، وبنتولد والموت جوانا. خلايا بتتولد وخلايا بتموت من أول لحظة. اللي بتتولد بتتجدد طبعا، والاطفال صغيرين تفضل الخلايا الجديده زياده وكتيره قوي، واللي بتموت قليله قوي. وبعد شويه في الخمسينات كده يمكن يبقى ايكوالز، الموت والحياه قريبين من بعض. بعد كده يبتدي الكيرف ينزل، الخلايا اللي بتموت اكتر والخلايا اللي بتحيا او بتتجدد اقل، لغايه ما نبطل تجديد ويبقى كله ايه؟ رايح للموت يعني. فاحنا شايلين الموت على كتافنا من اول يوم، لكن احنا بنخاف جدا من الموت. والنهارده عجبني ولد صغير كده من اولادكم يعني، قعد سالني اسئله غريبه قوي، على واحنا هنتحاسب بعد ما نموت على طول؟ قلت له لا. قال لي امال انا هروح الفردوس مكان انتظار ابرار او مكان انتظار اشرار؟ هروح ليه هنا واروح ليه هنا؟ انا لسه ما اتحاسبتش.
قلت له اه بس انت اللي بتكرر ده، ما حدش بيكرر لك، انت لوحدك بتكرر. يعني ايه انا بكرر؟ يعني انا روحي لوحدها هي بتقرر تروح يمين ولا شمال، واعمالهم تتبعهم. فلو اعماله بره وراجل بره وتاجب، هتلاقي روحه نظيفه وكلير، فهتلاقي روحه على طول تروح للنور. لو اعماله شريره وقلبه مش نظيف والخطايا مليان، هتلاقي روحه مليانه بلاك، اسود، روحه ظلمه. فالظلمه لا تستطيع ان تتحد مع النور، فالنور بيبقى موجود. اول ما الروح بتخرج بتجري على طول على ربنا اللي هو النور، تخرج الروح تذهب الى بارئها زي ما بيقول الكتاب ده. اول ما تقرب من النور تلاقي النور بيبهدلها، النور بيحرقها. ما هو نور ونار، الله نار اكله. لو النفس بعد الشر وحشه، لو الانسان وحش بيبقى مش عاوز يموت وبيخاف من الموت وما بيحبش يموت. مره قالوا لي على بنت فقيره قوي وغلبانه ومسكينه وما عندهاش لا اب ولا ام ولا اخوات، وكانت في بلد فقيره خالص خالص. وقالوا لي عندها كانسر وكان عندها 19 سنه ولا حاجه. قالوا لي لكن اي حد تعبان في البلد كلها يروح يقعد جنبها يتعزى، تقرا له البايبل سواء مسيحيين او مسلمين، وتريحه خالص ويمشي. وهي ايه؟ نايمه على السرير ما بتتحركش، مش قادره تتحرك يعني. فقلت روح ازورها. ايه المنطقه معفنه ما تدخلش، والمجاري ضربه، والدنيا فقر يعني منتهى الفقر. دخلت البيت ما فيهوش حاجه خالص، يعني غلابه. هو راجل جزماجي بيصلح جزم وعنده قرطه عيال وخد دي فوقيهم عشان ياخد باله منها لان اهلها ميتين وكده. وبتقول لهم، بتقول للراجل ومراته وماما وبابا يعني، هم قرايبها من بعيد. دخلت لقيت البنت نايمه على السرير زي الملاك، وشها ملائكي كده يترتاح لما تبص لها. فقلت لها ازيك عامله ايه؟ كان عندها كانسر في العظم. قالت لي اشكر يسوع يا ابونا، انا حلوه قوي، نشكر ربنا، انا احسن من ناس كتير غلابه. طب هو كان ناقص ايه يجيلك تاني يعني؟ اب وام واتاخدوا، اخوات وما فيش، غنى ورايح خالص، الفقر كله عند حضرتك، وزاد وغطى كانسر كمان، ايه تاني؟ وبتقول لا انا احسن من ناس كتير، اشكر يسوع. حلو. فقلت لها نشكر يسوع، قولي لي انت عملتي اي تحليلات ولا حاجه؟ قالت لي اه من سنتين يا ابونا. قلت لها لا يا حبيبي، الكانسر ده محتاج كل شويه تعملي تحليلات. فقالت لي يا ابونا احنا غلابه قوي، عشان ياخدوني ويودوني للدكاتره ما يقدروش، ابويا وامي اللي هم الناس اللي هي عايشه معاهم. فانا رحت واخدها وعامل لها تحليلات ومديها للدكتور ومطمن عليها، ورجعتها تاني وقلت للدكتور اديني التحليلات ونشوف نعمل لها ايه، واذا كانت محتاجه اي علاج انا هعمله. رحت للدكتور بعدها بيومين ثلاثه بوري له نتائج التحليلات، محسن مرسوم باين ولا ايه. راح قال لي ابونا الاخت دي المفروض كانت تموت من سنه سنه ونص يعني. انا مش عارف ازاي عايشه لغايه دلوقتي وملهاش علاج، والكانسر ما سابش حته في جسمها لا من فوق ولا من تحت، كله منتشر في كله، عظم ولحم. فربنا يكون في عونها، خد المطاطه دي، اداني حاجه كده مطاطه صغيره، قال لي حطها بين سنانها عشان هي ممكن من الالم وهي مش واخده بالها تقطع لسانها من كتر الالم، واديها اقوى مورفين ممكن، وانا هكتب لك عليه اقوى مورفين، يعني ده مش هيخفف الالم الا شويه بس.
خدت المطاطة ورحت يعني هديها الرابر ازاي يعني. فقلت لها اه ازيك يا امل عامله ايه النهارده؟ قالت الحمد لله يا ابونا. قلت لها قولي لي الالم اللي بيجي لك شديد شويه ولا بيجي ازاي يعني؟ قالت لي الم ايه؟ قلت لها الالم يعني فين الالم؟ قالت لي اه ساعات بيجي لي صداع وباخد له اسبرين بيخف. قلت لها صداع؟ صداع ايه يا بنتي؟ انا بتكلم على ريل بين، كانسر بين، يعني حاجه بتصرخي يعني من الالم. قالت لي لا نشكر يا سوما ما عنديش حاجه ابونا انا كويس. رحت حاطط المطاطه في جيبي وسكت. ما عندهاش الم خالص يعني؟ يسوع شايل منها الالم تماما. قلت لها طب كويس، بقول لك ايه، انت لسه صغيره، مش انت كنت بتغضبي في ابانوب؟ الكنيسة شهيد ابانوب. قالت لي ايوه يا سوما. قلت لها طب ما تروحيش ليه عند القديس ابانوب، يمكن يعمل معجزه ويشفيك يا حبيبي. راحت قالت لي يا ابونا عشان يشيلوني بالعربيه ويدوني تكلفه كبيره، هم عملوها مره وما قدروش يعملوها تاني، وانا مقدره ومش عاوزه اتعبهم. قلت لها يا قالت لي اه وابانوب كمان عارف كده فهو اللي بيجي. قلت لها نعم، انا بتكلم عن شهيد ابانوب مش واحد صاحبكم اسمه ابانوب. قالت لي ايوه انا، ما انا بتكلم على شهيد ابانوب، هو عارف ان انا ما اقدرش اروح لان احنا فقراء فهو اللي بيجي. قلت لها بيجي فين؟ قالت لي بيجي هنا في البيت حتى اسال امي. رحت جايب فلانه الست الكبيره دي، يا ام فلان. قالت لي ايوه تسابونا. قلت لها امل بتقول ان ابانوب بيجي عندكم البيت. قالت لي انا عارفه يا اتسابونا، اهوات حلوه امور كده عنده يجي 10 11 سنه تلاقيه ماشي في البيت على طول، وساعات تلاقيه واقف جنب امل وهي بتصلي. واد حلوه امور بيمشي في البيت؟ قالت لي اه. قلت لها طب وانتوا لما بتشوفوه بتعملي ايه؟ قالت لي ها مش احنا سالناك يا ابونا في الكنيسه، قلنا لك لما يكون في واحد غريب بيمشي في البيت نعمل ايه؟ قلت ارشموا الصليب. قلت لها غريب مش ابانوب، لكن اتس اوكي okay. هو لما بترشم الصليب يعني؟ قالت لي اه برشم الصليب. قلت لها لما ترشم الصليب هو بيعمل ايه؟ قالت لي بيرشم الصليب هو كمان ويبتسم ويختفي. يا في حد تاني بيشوفه؟ قالت لي اه العيال، العيال بيشوفوا ابانوب. قالت لي اه بس لما يكون واقف جنب امل في السرير وهي بتصلي احنا ما بنجيش ناحيه الاوضه خالص، بيحترموا ابانوب يعني. ابانوب بيجي ويظهر ويبقى معاهم في البيت وبيقف جنبها وما خفتش، ما خفتش، بس هو شال الالم. احنا كلنا مخنا متشقلب شمال، اول ما نبقى عيانين نقول لربنا شفينا، مش نقول له استخدمنا يا رب، مش نقول له شوف ارادتك ايه يا رب فينا، لا نقول له شفينا واعمل معجزة اشفينا. طب هي المعجزة حصلة ان الراجل ابانوب الشهيد ابانوب بيظهر في البيت ومعها على طول، لكن المعجزة مش هي شفاء البنت، مش هو ده اللي هو عاوزه، مش هو ده اللي ربنا عاوزه. وفضلت البنت دي سنة كمان انا كنت بشوفها بزورها وهي في نفس الحالة ونفس الجمال الروحي ده. وجت في ليلة الساعة 12 واحدة بالليل، راحت مصحياهم كلهم وقالت لهم الست العذراء جات لي وقالت لي انها تعدي عليا بعد نص ساعة وقالت لي ان انا ادهن نفسي بالزيت، فممكن تجيبوا لي الزيت؟ طبعا ازازة زيت صغيرة، البيت كله بيدور عليها، بتاعت زيت ماري جرجس. فالبيت كله عمال يدور على الازازه ما لقوهاش، راحوا مصحين الجيران اللي جنبهم والجيران اللي شمالهم واللي يمينهم دوروا على ازازه زيت. العذراء قالت لامل كذا كذا، فراحهم هو بس ربنا عمل كده عشان كل الناس تيجي، فكل الجيران دول جم عشان يشوفوا المعجزه وجابوا لها الزيت، دهنت نفسها. وبعد نص ساعه من ساعه ما هي قالت، البنت امل دي وشها نور قوي كده وبصت لفوق وكان بيتكلم العذراء. قالت لها ايوه يا ستي يا عذراء ايوه،
دهنت كل جسمي اجي حاضر. وطلعت في سلام السماء فوق ما شافتهاش خدتها. ومين اللي جت تاخدها؟ الملكة، مش اي حد. يعني ممكن حد يبقى في قصر كبير قوي وما يوصلش للليفل ده، ان الست العذراء الملكة تيجي تستقبل روحه. الفلاسفة والعلماء اللي عمالين يقرفوا نفسهم ويقرفوا الناس حواليهم يجوا ناحية الحتة دي ما يلاقوهاش. البساطة مش موجودة زي البنت الغلبانة دي. وانتهى البساطة، تقرأ الكتاب المقدس وتقول له خدني عندك يا يسوع. وعمالة تقول لي انا خاطية وشريرة، انا مش عارف خاطية وشريرة ايه، وهي قاعدة نايمة في السرير ما بتعملش حاجة خالص، بس هو روح التوبة فيها يعني. فالملكة الست العذراء بتيجي للناس اللي هم الليفل العالي شوية، يعني عالي قوي. فكل واحد حسب الليفل بتاعه، حسب مستواه الروحي، حد زيه كده هيجي يستقبله. طبعا كلنا بنقول يا رب ان شاء الله تبعت لي اصغر ملاك في السماء كلها واقل قديس في السماء كلها، بس المهم ايه اخش عندك السماء وخلاص. ممكن اقول له يا رب يعني شوف مرمط بيا الارض، اعمل اللي انت عاوزه في الارض. عاوز تعمل فيا ايه يا رب؟ اعمل فيا اللي انت عاوزه، بهدلني بس دخلني السماء. فانا لما يجي عليا الم او تجربه او حاجه بنسى كل حاجه وكل اللي بفكر فيه ازاي اخش السماء. عشان كده عاوزكم كلكم تشتركوا وتاخدوا البركه بتاعت القناه دي. خدوا بركتها، خساره دي حلوه. يعني قول انا نفسي اشترك في خلاص انسان مش معانا خالص، من حته تانيه. وانا واثق ان قلبكم حلو، هتحاولوا تساعدوا القناه على قد ما تقدروا. ربنا يكون معاكم ويحافظ عليكم، وانا اسف ان انا طولت عليكم. المجد لله دائما ابدا.